على الهاتف دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور ومنورنا. اهلا بيك وصباح الخير. صباح النور على حضرتك، واحنا مبسوطين جدا بمداخله حضرتك معانا. وكنا برضو عايزين نعرف ايه اهم الاجراءات اللي لازم نتخذها علشان نواجه الزياده السكانيه، لانه الناس مش عايزه تبطل انها تخلف. نقول في الاول ان احنا الارقام عندنا في مصر نقدر نقول ان هي مرعبه. كل 15 ثانيه بتجيبي طفل. احنا في السنه بنزيد اكتر من 2.5 مليون مولود. نقول ان قاره اوروبا كلها على بعض في السنه بتجيب 5 مليون مولود، يعني انت مصر لوحدها بتجيب زي نص قاره كامله. نص قاره مظبوط. طبعا نقول دايما لازم يبقى في توازن ما بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل النمو السكاني. مصر الحمد لله محققه طفرات في معدل النمو الاقتصادي، بس ليه الناس مش حاسه بالطفره دي؟ عشان معدل النمو السكاني عندك عالي جدا لدرجه ان هو بياكل معدل النمو الاقتصادي. طبعا عشان الناس تحس على ارض الواقع بالاصلاحات الاقتصاديه ومعدل النمو الاقتصادي والطفرات اللي حققها فيه، لازم نتحكم في معدل النمو السكاني. احنا مصر حاطه خطه استراتيجيه 2015 2030 ومحطوط لها خطه تنفيذيه لمده 5 سنين. هي الخطه قايمه على 5 محاور، ان احنا شغالين على محور تنظيم الاسره، محور تمكين المراه، محور الشباب وصحه المراهقين، محور الاعلام والتعليم. المحاور دي بنتحرك عليها عشان في الاخر نوصل للمستهدف بتاعنا، ان احنا نقلل معدل الانجاب الكلي، يعني اللي هو عدد الاطفال اللي الست هتجيبهم. احنا دلوقتي عندنا معدل الانجاب الكلي طبقا لاخر مسح سكاني لمصر بتاع 2014 معدل الانجاب الكلي 3.5. يعني ايه 3.5؟ يعني كل 10 ستات هيجيبوا 35 طفل. هدفنا ان احنا في 2020 ننزل بالرقم من 3.5 ل 3.1، يعني كل 10 ستات يجيبوا 31 طفل. وهدفنا في 2030 ننزل ل 2.4، اللي هو ان كل 10 ستات يجيبوا 24 طفل. لو مشينا على الخطه دي على 2030 هنبقى 111 مليون. دكتور عمرو، احنا عندنا موضوع العمل على تنظيم النسل او تحديد النسل. احنا ما بنقولش ان الناس تمنع الخلفه، ولكن بنقول تنظم الخلفه، يعني طفلين كفايه. واحنا شغالين على خطه تحديد النسل دي من سنوات طويله جدا، كنا دايما نسمع تنظيم الاسره تنظيم الاسره تنظيم الاسره، وبرده في زياده سكانيه. ايه الجديد اللي انتوا هتعملوه في الخطوات اللي حضرتك قلتها دي هتمنع او تتفادى اخطاء؟ يعني ايه يعني ما شفناش نتيجه برده قوي على ارض الواقع مؤثره، فايه الجديد اللي هيتضاف في هذه الاجراءات بحيث انه فعلا نضمن انه الناس يبقى عندها وعي بان يا جماعه ما ينفعش ابقى انا مش لاقي اكل او شغال باليوميه واخلف 5 عيال او 6 عيال؟ نقول ان مصر سنه 1965 انت كان عندك المجلس الاعلى لتنظيم الاسره، وبعد كده في 1985 بقى المجلس القومي للسكان. مصر حققت طفرات في برنامج مكافحه الزياده السكانيه، يعني انت معدل الانجاب الكلي كان عندك في 1980 مثلا كان 5.3، نزل ل4.5 ل4 لغايه ما في سنه 2000 كان 3.5، في 2008 كنا احسن نتيجه كنا 3 فعلا. كان المفروض نعمل طبعا، وكنا المفروض في 2012 نعمل المسح السكاني وكنا ننزل من 3 ل2.4. مع 2011 المسح السكاني اتاجل سنتين، فعملناه في 2014، وجئنا ان احنا بدل ما ننزل من 3 ل2.4 لا طلعنا تاني من 3 ل3.5. يعني الكارثه، يعني برضو نفس الكارثه اللي حصلت في توابع 2011 طبعا. وهقول لك حاجه، تمام، احنا الهدف اللي احنا حاطينه دلوقتي في 2030 نبقى 2.4. نعم. وده كان هدف مصر في 2012، يعني انت الهدف اللي احنا حاطينه دلوقتي وبنسعى وبنجري عشان نشتغل عليه ده كان هدفك اصلا في 2012. فانت لو عاوزه تشوفي اثر الهزة في الموضوع ده، يعني بيقول ان انت بعد 2011 قعدنا سنين كتير ما حدش بيتكلم خالص عن تنظيم الاسره ولا الزياده السكانيه. الناس كلها اتشغلت يمكن بالبرلمان وبالدستور وبالحياه السياسيه لغايه ما يمكن نور الطريق السنه اللي فاتت. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان بيتكلم في مؤتمر الشباب في اسكندريه ان اكبر خطرين بيواجهوا مصر هو الارهاب والزياده السكانيه. طبعا طبعا. ونقدر نقول ان الزياده السكانيه اللي مش مسلحه بالصحه، اللي مش مسلحه بالتعليم، اللي مش مسلحه بحب وانتماء للوطن، هو ده وقود الارهاب. يعني صح طبعا. حرب الارهاب 100 سنه مش هتقضي عليه من غير ما تجففي تربته اللي هي الزياده السكانيه. طبعا. اللي مش مسلحه بالصحه ولا بالتعليم ولا حب وانتماء للوطن. احنا بنعيد تاني تفعيل اللي هي تفعيل الاستراتيجيه من خلال الخمس محاور. يعني زي ما قلت لك احنا مثلا كنا في المجلس القومي للسكان كنا اطلقنا مبادره شباب مصر. المبادره دي كانت كنا لسه عاملين لها الحفل بتاعها في جامعه القاهره، هي شغاله في 12 جامعه مصريه على اشراك الشباب، ان احنا شباب كل 12 جامعه مصريه كنا بنديهم التوعيه مش بس حتى تنظيم الاسره، بتوعيه باسس الحياه الصحيه، نعيش صح. ازاي؟ ناكل ايه؟ نشرب ايه؟ ايه هي الممارسات الخاطئه اللي ممكن تتعرض ليها البنات والستات؟ وبنكلمهم عن تنظيم الاسره، وبعد كده الشباب والولاد والبنات دول بينزلوا
دي كل واحد من المحافظه بتاعته، لان هم في الاخر 12 جامعه، فالمحافظاتهم بينزلوا للاماكن اللي هي اللي جنبيهم، ينزلوا يوعوا الناس، فاحنا هنا ده جزء من والله يا دكتور. بص هي فرصه برضو يعني عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر، وبندعو حضرتك على الهواء مباشره، انت جاي لنا ضيف في فقره من فقرات صباح الورد، ونتكلم بتفاصيل اكتر وشرح اكتر للمشاهدين. بنشكرك شكرا جزيلا.